إن الإنسان في العراق مهدور حقوقه بما لا مثيل له في التاريخ، وهؤلاء الخونة والذين سموا أنفسهم باسم البعث، هؤلاء ماذا عملوا للعراق؟ والعراق هل قدموها ولو بمقدار أملة؟ إن الذين قتلوا هؤلاء منذ 11 سنة لما جاءوا إلى الحكم وإلى اليوم، ويومهم قريب بإذن الله سبحانه وتعالى، قتلوا أكثر من 20,000 صبرا في الزنزانات وفي السجون. وإني أتحداهم، وسيبقى صوتي وسيبقى التحدي، أنهم يستعدون أن نطلب جماعة من حقوق الإنسان من العالم، ويزوروا سجونهم ويروا المشوهين. وإني مستعد أن أطلب هؤلاء بنفقتي الخاصة، وكلكم تعلمون أن عندي هذه الإمكانية. إذا حضروا فإني مستعد أن أطلب من لجنة حقوق الإنسان في العالم لأن يأتوا ويشاهدوا بأنفسهم سجون العراق، ويشاهدوا أن في السجون الآن أكثر من 50,000 شاب وأكثر من 1,000 فتاة. إذا يكذبوني أني مستعد، والشاهد لجنة حقوق الإنسان الشاح على طغيانه وعلى جبروته وعلى كفره بالله واليوم الآخر، مع ذلك كان يسمح بأن يأتي جماعة من حقوق الإنسان إلى إيران ليشاهدوا السجون، ولو أن عمله أيضا كان كذبا. وبالفعل كان يأتي أناس من الخارج إلى سجون الشاه ويرون ويكتشفون ويقررون ويكشفون للعالم. لكن هل هؤلاء الخونة مستعدون لهذا الشيء؟ إذا استعدوا فإني صوتي تسمعه كلكم، وإني مستعد في أي وقت أي إنسان اتصل بي وأراد مني المال لأجل ضيافة هؤلاء في العراق، وما داموا هم في العراق وهم في ضيافة، سنريهم سجون بعقوبة وسجون الفضيلية وسجون الكوت وسجون العمارة وسجون أبو غريب وكل العراق والتي أصبحت كلها سجون. إنهم يستأجرون المدارس والجراجات والبيوت لأجل السجناء. هل هذا حكم؟ إن حجاج الرجل الطاغي التاريخي، المؤرخون ذكروا أن في سجنه كان 100,000 إنسان، صحيح هذا الشيء ونحن نصدق، لكن هل تعلمون أن الحجاج كان يحكم من العراق وإلى باكستان؟ لأن هذه المناطق كلها كانت تحت إمرة أمير الكوفة كما تعلمون. مع ذلك كل السجناء 100,000. هؤلاء الخونة البعثيون يسجنون وينتهكون حرمات الأناس الآمنين، مثقفين، طلاب العلوم الدينية، الكسبة، الفلاحين، العمال. ولماذا؟ ثم اعتداءاتهم في مدارس البنات على الفتيات، وهذا شيء معروف. ما هو واجب الشعب المسلم تجاه هذه الأوضاع؟ واجب الشعب المسلم تجاه هذه الأوضاع ما كنا نقرأه وكان الشعب العراقي يقرأه في كل كتاتيبه، وما قرأه كل خطبائنا فوق المنابر،
وما أفتى به كل مجتهدين في رسائلهم العملية أن فروع الدين 10: الصلاة والصوم والخمس والزكاة والحج، ثم ماذا؟ الجهاد. هذا هو المنقذ الوحيد للشعب العراقي ولأي شعب مستضعف. والجهاد بالمال، الجهاد بالنفس، الجهاد بالسلاح. نعم الجهاد بالسلاح، لأن في الحديث الشريف الجنة تحت ظلال السيوف، وفي الحديث الشريف السلاح زينة الرجال، يجب محاربة هؤلاء بكل الوسائل، لأن هؤلاء طغاة، والطاغي لا يفهم إلا منطق السلاح والقوة. ويجب أن نعرف أن منطق السلاح والقوة هو المنطق الذي يعرفه الطغاة. عشائر الفتلة بقيادة عبد الواحد السكر رحمه الله، أو السكر رحمه الله، والذي لقيته أنا مكررا، وكان رجلا زاهدا تقيا ورعا مجاهدا. هذا الرجل وقف أمام الإنجليز موقفا مواجها في ثورة 20 حتى طرد الإنجليز من البلاد. أما حيث أخذ هؤلاء الخونة البعثيون السلاح من عشائر الفتلة الأكارم، وعددهم 60,000 حسب بعض الإحصاءات، تمكن هؤلاء البعثيون بعد أخذ السلاح من عشائر الفتلة الأكارم تمكنوا أن يقتلوا الراهي ولد نفس عبد الواحد وأن يشنقوه، وجاءوا بجثمانه إلى كربلاء، وأنا رأيت جثمان الراهي، نفس ولد ذاك الإنسان الذي حارب الإنجليز وطرد الإنجليز لما كان بأيديهم السلاح، نفس ولد قتله البعثيون لما جردوا هذا الشعب وهذه الأمة وهذه القبيلة بالذات من السلاح. ثم من أخذ السلاح؟ أخذ السلاح عوض هؤلاء الموساد الإسرائيلي، لأنكم كلكم تعلمون أن في مباحث العراق موساد إسرائيلي، ومباحث من أمريكا، ومباحث من بريطانيا، ومباحث من السفاك الإيراني. أخذ السلاح من أولئك الصف والأطهار، عشائر الفرات الأوسط والعشائر القاطنة في شمال العراق، أخذ السلاح من أيديهم من؟ الخونة المجرمون الذين اجتمعوا في هذه الأرض الطاهرة، أرض العراق، أرض الأنبياء، أرض العلماء، أرض الشهداء. فما دام لم يرجع السلاح إلى هؤلاء العشائر وإلى المثقفين وإلى أعزتنا، أن الحاكم في العراق هو بيجن، والحاكم في العراق هو كارتر، والحاكم في العراق هو عفلق، وهو ممثل البريطانيين كما تعلمون كلا. هل عفلق مسلم؟ هل عفلق عراقي؟ هل عفلق عربي؟ إني رأيت في 5 محرم من هذا الشهر جريدة من الجرائد العراقية، وتأتين الجرائد العراقية على طول الخط، رأيت أن عفلق جالس على الكرسي في الصفحة الأولى من الجريدة، وكاتب تحت اسم عفلق القائد المؤسس الأستاذ. أين ذهب قول الله تعالى في العراق لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض؟ هل صدام يتمكن أن يدعي أنه مسلم؟ وهل حزب البعث يتمكنون أن يدعوا أنهم مسلمون؟ كلا وألف كلا. الإدعاء بسيط، وإذاعتهم تدعي، كما أن إذاعة الشاه كانت تدعي، وكما أن إذاعة إسرائيل أيضا تدعي أنها إنسانة وأنها مجاهدة. يعني الإسرائيليون هم يعتبرون أنفسهم مجاهدين، ويعتبرون أنفسهم أناس وإنسان وشرفاء. وأنور السادات أيضا يدعي أنه الزعيم المؤمن. ألم تسمعوا أيها الشعب العراقي الكرام، أنور السادات وهو يصف نفسه بأنه الزعيم المؤمن
البعض يتمكن أن يدعي، ومن السهل الادعاء، لكن هل يتمكن أن يقيم ولو نصف دليل على إسلامه؟ لا يتمكن. وهل هناك حتى شاهد واحد يدعي أنهم مسلمون ويشهد أنهم مسلمون؟ إنها حكومة كافرة بالله واليوم الآخر، وعميلة للاستعمار البريطاني والإسرائيلي أولا، وأضافوا إلى ذلك الاستعمار الأمريكي ثانيا، وهؤلاء هم الذين يحكمون العراق اليوم، ومثقفوا العراق في السجون وفي المعتقلات وتحت التعذيب وفي الزنزانات، وكثير من الشعب العراقي والذي يقدر بأكثر من نصف مليون مشرد في كافة بلاد الله الوسيعة، وهم أصحاب عوائل، وهم أصحاب أراضي، وهم أصحاب دكاكين، وهم أصحاب أصدقاء وأقرباء في العراق. هذه الحكومة بطبيعة الحال ليست حكومة باقية. وإني أقدر، وستعلمون وستسمعون إن شاء الله تعالى، كما قدرت بالنسبة إلى الوحدة بين سوريا وبين العراق في إبان الوحدة، وقلت إن الوحدة لا تدوم أبدا. والآن أيضا أنا أتكلم، وليس هذا علم غيب، وإنما هو حسب مواعيد الله سبحانه وتعالى وحسب الظواهر الدالة أن منتهى حكم البعث في العراق للشعب العراقي الكريم عمل منتهى عمرهم 3 أشهر. وأقصد بأنهم إذا عملوا الآن يعملون وجزاهم الله خيرا، ويقدمون الضحايا والقرابين والسجناء، لكن أقصد بعملهم العمل الجاد، لأن صدام وريث الشاه كما تعلمون، وكان الشاه أيضا عميلا لإسرائيل ولبريطانيا وللأمريكيين. فهؤلاء ساقطون لا محالة، ونسأل الله أن يعجل الانتقام منهم. لا شك بأن الذين يتساقطون صرعا في ساحات الشرف، سواء في حالة الكفاح المسلح أو في حالة المظاهرات، كما سقطوا في هذه السنة في شهر محرم بين صحن الحسين وصحن العباس برشاشات البعث، لا شك أن هؤلاء شهداء في الأحكام الإسلامية، يعني لا يحتاجون إلى تفسير، ولا يحتاجون إلى تكفين، ولا يحتاجون إلى تحليق، وإنما يصلى عليهم ويدفنون بثيابهم، وينزع عنهم الفرو والخفان كما أفتى به العلماء، وإن هذه القطرات الزاكية من دمائهم، كل هذه القطرات تكون نياشين وأوسمة يحشرون بها يوم القيامة. وفي الحديث إن الرجل المؤمن الذي يقع شهيدا يفتح عينيه في الجنة، يعني أنه يغمض عينيه في شارع كربلاء أو في شارع النجف أو في شارع بغداد أو في شارع الموصل شمال العراق أو في أي مكان هو كان في سبيل إنقاذ الإسلام والبلاد من أيدي البعث ومن أيدي أسياده، إنه يغمض عينه في الشارع أو في المستشفى أو في الزنزانة أو في السجن، ويفتح عينه في الجنة. وهذا لا شك فيه وعد من الله حتم. وإن العلماء الذين رأيتهم أنا وما أكثرهم في العراق كان هذا رأيهم، وإنما كان الكلام أنه هل وقت الثورة قد حان أم لا، وهذا شيء يعرفه المسلم والذي يعرف أحكام الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهم محكومون في الدنيا بأحكام الشهداء، وهم في الآخرة لهم أوسمة الشهداء، وسنراهم إن شاء الله تعالى في الجنة.
لأننا نعتقد بالجنة كما نعتقد بطلوع الشمس غد، لأن وعد الله الصدق. ومهما كذب به صدام وأتباع صدام وزمرة صدام وأسياد صدام وعفلق صدام وأحمد حسن بكر لصدام، نحن مؤمنون بالآخرة ونحن نعمل للآخرة، وإنما الدنيا دار زوال ومجاز كما قال الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. سنلتقي بهؤلاء الشهداء بالجنة إن شاء الله تعالى، وعمر الدنيا قصير مهما طال عمر الدنيا، ونرى أن هؤلاء كانوا شهداء وأنهم تلقوا من الله سبحانه وتعالى ثواب الشهداء. الواقع أن النظام الذي أراه صالحا هو النظام الذي ذكره القرآن الحكيم في آيتين وبينته السنة الطاهرة وعمل بها المسلمون. الآية الأولى الله سبحانه وتعالى يقول وأمرهم شورى بينهم، يعني يجب أن يكون الحاكم بالاستشارة. لماذا يأتي أحمد حسن البكر وصدام وعبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف وعبد الكريم قاسم قبلهم ومن أشبه إلى الحكم عبر الدبابات؟ فهل الدبابة دليل؟ وإذا كانت الدبابة دليل فكل اللصوص في العالم يملكون سلاح. الحكم يجب أن يكون شورى وأمرهم شورى بينهم، يعني في كل 4 سنوات أو 3 سنوات أو 5 سنوات حسب ما يختاره الشعب العراقي الكريم، يجب أن تبدل الحكومة في انتخابات حرة صحيحة، كل يقول كلمته ويعطي صوته في إذاعة حرة، في تلفزيون حر، في صحف حرة. هذا معنى الحرية، يعني أن صدام لا حق له في الحكم حتى أن يكون سكرتير لمدير مدرسة مو منتخب من قبل الشعب، اللص الذي جاء بالحديد والنار. فليكن صداما وليكن حجاجا وليكن عفلقا وليكن أي اسم، إذا لم يأتي إلى الحكم بانتخاب الشعب فهو لص وهو حرام وهو مجرم وهو طاغي، ويجب أن يحاكم ويجب أن يحكم عليه الحكم الإسلامي العادل بما يستحق. وقد حكم عليه الإسلام من قبل أن نقول في القرآن الحكيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وفي الشريعة المطهرة قسم من هؤلاء المجرمين يجب أن يطبق عليهم حكمان، القتل والصلب، أو قطع الأيدي والأرجل والصلب، أو النفي والصلب، لأنهم أجرموا بحق الشعب. وهذا الجزاء هو جزاء فتيح، فهل 20,000 قتيل جزاؤهم أن يقتل إنسان أو إنسانان أو ما أشبه من القتلة؟ كلا، إنما جزاؤهم في الآخرة. وقد رؤي الحجاج في المنام بعد موته لزمان، وهذه القصة مشهورة في الكتب. فقيل له ما فعل الله بك؟ قال قتلني بكل قتلة قتلة، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة. هؤلاء سوف يرون هذا الشيء، إنهم يقتلون بالشيخ عارف البصري وبالسيد الطباطبائي وبالسيد القبانشي وبعبد العزيز الشيخ البدري وبغيرهم من العلماء الذين قتلوهم صبرا، يقتلون 70 مرة. ونحن نصدق كلام الله ونحن نصدق بسنة رسول الله مهما كذب هؤلاء، لكن تكذيبهم لا يغير الواقع، كما أن تكذيب عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف وأحمد حسن البكر وزملاء هؤلاء
لم ينفعهم في تغيير حكم الله. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يدعو إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليه، وعين الله لن تنم. الله مو نايم، الله ما نام عن فرعون فينام عن صدام، كما أن الله ما نام عن أحمد حسين الزكي، وما نام عن من قبله، ولا نام عن من بعده. هذا هو الأمر الأول الذي نطلبه، أن يكون حكم العراق على صدقه شورى، والذي يسمى في العالم الغربي بالديمقراطية، لكن الشورى الإسلامية أفضل من الديمقراطية الغربية كما ذكرناه في بعض كتبنا، لأن الإسلام هو دين الشورى. الشرط الثاني أن يكون الحكم لله، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. اسألوا من حزب البعث، هل تحكم بحكم الله؟ وإذا قال لا، فاعلموا أنه حزب كافر فاسق ظالم، مهما أظهروا أنفسهم بمظهر التقدمية والمظاهر الكاذبة الخادعة. فالشرط الثاني أن يكون الحكم لله، وحكم الله مذكور في الكتاب وفي السنة، السنة المطهرة، حكم الله مذكور في هذين المكانين. ولذا قال سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني أن ما قاله الرسول هو السنة، وهو عدل الكتاب كما تعلمون. فالواجب أن يكون حكم العراق في المستقبل القريب، وهو قريب بإذن الله سبحانه وتعالى، حكما إسلاميا مطابقا للقوانين الإسلامية من ألفه إلى يائه. أيها المثقفون العراقيون، هل تعلمون أن قانون عقوبات البغدادي الذي يحكم إلى اليوم على صدقه في العراق قانون وضعه بريطانيا؟ راجعوا الكتاب، والكتاب طبع مكتبة المثنى لقاسم رجب. لاحظوا هذا الكتاب، والكتاب موجود إلى الآن عندي. في أوله يكتب، يقول: إني السير فلان قائد الحملة البريطانية إلى العراق آمر بتطبيق هذا القانون في العراق. راجعوا شوفوا قانون العقوبات البغدادي، وهذا القانون صار المفعول إلى اليوم. يعني أبناؤكم يقتلون بقانون بريطانيا، أبناؤكم يسجنون بقانون بريطانيا، تنتهك أعراض فتياتكم بقانون بريطانيا، ويعمل بقانون بريطانيا. أي بريطاني؟ البريطاني الفاتح. راجعوا هذا الكتاب، قانون عقوبات البغدادي طبع مكتبة المثنى، راجعوا فيه. وهذا هو القانون الذي يحكم به العراق إلى اليوم. هل هذا القانون أفضل أم قانون الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ حكم جاهلي، حكم استعماري. وإني لا أعلم كيف يدعون هؤلاء التقدمية، وكيف يدعون الإسلام وهم يعملون بقوانين بريطانيا، وأضافوا بعد ذلك عليه قوانين إسرائيل وقوانين أمريكا. وكل قانون باستثناء قانون الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يعطيهم أقل مجال، وهل الله يعطي للجزارين والقتلة المجال لأن يحكم الشعب؟ ولذا فالحكم العراقي يجب أن يكون حكما إسلاميا، والرئيس ينتخب بالشورى، وفي ذلك اليوم تشرق شمس الحرية وشمس الرفاه وشمس العدالة على سماء العراق، وهو قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. الواقع إن من عادة الطغاة أنه كلما رأوا أنهم في المحو وفي الانزلاق تابوا إلى الله، لكن الله لا يقبل توبتهم وهم كاذبون، لأن الله يقول في القرآن الحكيم:
قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وفي آية أخرى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يجيبه الله كلا إنها كلمة هو قائلها. صدام في حالة السقوط والكل يعلم أنه في حالة السقوط، كما أن البكر تنبأنا بسقوطه قبل 10 أشهر وصوتي موجود لأنه كان نزاع بين بكر وبين صدام وبين زمرة هؤلاء وزمرة هؤلاء. ولما كان البكر في أوان السقوط أخذ يعطي الوعود وأخذ يستهزئ بنفسه، لا بالشعب العراقي الكريم الذكي، أخذ يستهزئ بنفسه برفع شعار تحت أمر سيادة أحمد حسن البكر المجاهد يبنى قارن الصحي الحسين، نزله في الحقيقة بمال من يبنى وإلى كم سنة تبنى. واللطيف أن صدام رفع هذه اللافتة ووضع مكانها لافتة أخرى بأمر رئيس الجمهورية صدام. من هو رئيس الجمهورية ومن جعله رئيس الجمهورية؟ ثم يبني أحمد حسن البكر قاسم عليه الصلاة والسلام لأنه في منطقة عشائرية أراد أن يخدع العشائر بأنه مسلم وأنه يعتني بالأعتاد المقدسة، لكن هل انحدى؟ أبداً. الرجل البريطاني المعروف يقول العراق حي رأسها النجف. في الحقيقة العراق حية، لكن حية صالحة مو حية فاسدة. ورأسها النجف، في الحقيقة رأسها النجف، علماء النجف، مدارس النجف، مؤسسات النجف. ولا نقصد النجف بالذات، نجف، كربلاء، كاظمية، سامراء، مراقد الأئمة الطاهرين، وحتى بغداد، هذه رأس الحية. والمستعمر لا يتمكن أن يبقى في هذا البلد مهما طال زمانه، فإذا كان يبقى كان يبقى نمرود، وكان يبقى الحجاج، وكان يبقى ابن زياد. وعلى كل حال صدام يعرف أنه في حالة السقوط، وكما قلت وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه لا يبقى من عمره إلا أقل من 3 أشهر وأقصى المدة سنتين، ونسأل الله أن يحقق أعمالنا في هذا الشيء. وفي يوم سقوطه سيظهر للجماهير إجراماته كما ظهرت للجماهير إجرامات الشاه يوم سقوطه، بينما كان من القديسين وكان من المصلحين في إذاعة إيران سابقا، لكن بعد ذلك تبين إجراماته. الشاهد في أنه الوعود التي أعطاها صدام إنها وعود كاذبة فارغة، وكثيرا ما كذب هؤلاء الدجالون وكذبوا. وكما عملوا بوصية ذاك الملحد الشرقي المعروف، اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، لكنهم كذبوا ولم يصدقهم الناس. ما صدقهم الأكراد في وعودهم، الأكراد الإخوة المجاهدون، ما صدقهم السنة في وعودهم، ما صدقهم الشيعة في وعودهم، ما صدقهم شمال العراق ولا جنوب العراق ولا شرق العراق ولا غرب العراق. فهذه وعود فارغة كاذبة، وإنما يعدها صدام بحسب أمر أسياده حتى يخدر الشعب العراقي، والشعب العراقي أذكى من أن يخدر بهذه الوعود الكاذبة المعسولة. وكما قال الشاعر: أما اللسان فمقلي به عسل، أما القلوب زنابير وحيات. وإذا كان صدام يصدق كان يطلق سراح السجناء، شباب الناس، فتيات الناس، المثقفين. إذا كان صدام يصدق ما كان يقتل قبل أيام 21 من خيرة أبناء العراق. هذا ما أعلنوا عنه، أما ما لم يعلنوا عنه فهو كثير
ونسأل الله أن يسقطهم ويعجل في الانتقام منهم. وما ذلك على الله بعزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.